السلام عليكم خوتنا، على بالي بلي راني شويه روطار. Bon, salam alaikum, Khawtana, j'espère que vous allez bien, inshallah. Là, bali bili rana rotar. La galbe, Khawti, machaghil. L'équipe, comme hnaya. بارطاجيونا شوية على اللايف. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. خويا محمد، واش راك؟ صافا. بون، واش كنا نحنا نهضرو؟ بون خاوتي، بارطاجيونا هاد اللايف باش نبداو نحكيو. نبداو يجيو ليكيب. بون، كما حكيت لكم دورنا افون، كنا بعتنا ان ايميل للكونسولا تاع لومباساد تاع الالمان بور دي رونسينيومون كونسيرنون الفيزا تاع ريشيرش دو ترافاي اللي راح ديماري اون 2020. دونك اليوم البارح والبارح البارح جاتنا لا ريبونس، ريبونداونا. وكما على بالكم بلي لومباساد عادي، يعني نورمال تبعت لهم ايميل لي ريبونديو لك يجاوبوك على دي كاسيون، يعني ماشي حاجة كبيرة زي ما تقولوا لومباساد وعنده معرفة. نورمال اي واحد فيكم يقدر يحكم الايميل تاع لومباساد، يبعت لهم ايميل بالانجليزية ولا بالفرنسية ولا بالالمانية ويرجعوا له عادي جدا بعد 48 ساعة، 72 ساعة يرجعوا له ان ريبونس ويريبونديو لك افيك ديتاي اي كامل. بون ليكيب، السلام عليكم. لازم يكون عندك كونت ب 8000 اورو كيما القراية ولا ما تحتاج؟ ماشي 8000 اورو. بون خاوتي، فيزا بحث عن العمل هي فيزا جديدة طبقتها المانيا، فقط دولة المانيا، بسبب انها تحتاج الى اليد العامله. يعني المانيا راح تطبق فيزا راح تبدا من 2020. هاد الفيزا لا ديوري تاعها 6 شهور قابله للتجديد، يعني راح يعطولك فيزا 6 موا. راك معايا؟ راح يعطولك فيزا 6 موا. هاد الفيزا تقدر تروح بيها، هي فيزا تشينغن، تقدر تروح بيها لالمان. في لالمان الى لقيت خدمه، يعني الى لقيت كونترا دو ترافاي بلا سبيسياليتي اللي عندك، تيني الكونترا دو ترافاي هذيك ويحولوا لك الفيزا هذيك الى اقامه. راك معايا؟ تما تكون عندك فيزا راك تحوس على خدمه، كي تلقى خدمه يحولوا لك الفيزا هذيك تولي اقامه تاع عام، ومن بعد يزيدوا يرونوفليو لك على حساب الكونترا اللي عندك. راك معايا ليكيب؟ الشروط تاع الفيزا هذه، يعني هي فيها شروط، ماشي غير من هبه ودب يدير الفيزا هذه، ماشي روح وطبع وروح لالمان حوس على خدمه. بريميرمون، شروط لازم تكون ما بين 20 و 34 سنة، يعني الناس اللي أكثر من 34 سنة واللي أقل من 20 سنة ما يقدروش يديروا الفيزا هذه. هذه الحاجة الأولى اللي فهمتها من الإيميل اللي بعتهولي، هذه العفسة الأولى. لازم تكون ما بين 20 و 34 سنة، ما تكونش أكثر من 34 سنة. خاوتي، هاد الشروط ما تقولوليش بصح شوف هدرو، باسكو هاد الشروط يتبدلوا على حساب البلدان. راك شايف؟ باسكو الشروط في مصر والشروط في الجزائر ماشي كيف كيف، باسكو شروط لومباساد هي اللي ديسيدي وشنو هما الشروط يتمد لك بيهم الفيزا، ماشي زعما البرلمان يدير القانون، البرلمان الالماني يدير القانون، ولومباساد بتاع لومباساد هي ديسيدي وشنو هما الشروط اللي لازم ديرهم، باسكو لومباساد هي عندها الكونتاكت ديريكت مع الشعب هذاك، وعلى بالها وش هما يعني لي فاكتور ولا لي زاسبي اللي يسحقوه. راك معايا؟
بريميرمون قلنا بلي لازم لاج يكون ما بين 20 ans et 34 ans. ما كاش فوق 34 ans. 34 فوق 34 ans ما يعني هما ما وضحوليش على كل حال، مي قال لك يستحسن كتبولي زعما لا تراديكسيون تاعها بالعربية من الألمانية العربية هي يستحسن الواحد يكون ما بين 20 سنة و 34 سنة. واش معناتها؟ معناتها الناس اللي فوق 34 سنة الفيزا تاعهم 50 50 على حساب واش يعني واش ال واش واش لي كومبيتونس اللي عندهم، باسكو قادر واحد يكون كبير وعنده ليكسبيريونس عنده نفس يحقوها يديوه راك معايا. من الناس اللي ما بين 20 و 34 شغل سي سور يعني امر محتوم. دوزيامو لازم يكون عندك ان ديبلوم، ديبلوم ما يهمش، يونيفرسيتير ماشي يونيفرسيتير ما يهمش. وشنو لازم يكون عندك؟ الباك، الباك خاوتي هادي الباك يدومونديوها، كتبولي ديريكت شوف العفسه الاولى كتبولي الباك، الباك وشغل بسولينينها بالصفر تاعي ودي الباك. ما عندكش الباك ما عندكش الباك تقدر تعوضه بعفسه واحده اخرى اللي هي انه يكون عندك تكنيسيان سوبيريور في كاش عفسه، يعني عندك نيفو تيرمينال وعندك تكنيسيان سوبيريور، عندك ان ديبلوم اجري بار ليتا يعني تقريت في المعهد الوطني اللي ما نعرف شنو ولا المركز الوطني للتجاره ولا للفلاحه ولا للزراعه ولا للتمريض ولا اي عفسه. راك معايا؟ لازم يكون عندك يا اما الباك يا اما ماجستير ولا ماستر يا اما لا ليسونس يا اما يكون عندك تكنيسيان سوبيريور. اللي ديبلوم تاع ميكانيسيان وكذا 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 هادوك ما هضروش عليهم الله اعلم، باسكو لي ميكانيسيان في الالمان لي بلومبي تو عندهم نيفو قريب يعني تكنيسيان سوبيريور، باسكو الميكانيسيان في الالمان هو لو تكنيسيان سوبيريور اون ميكانيك، لو بلومبي هو لو تكنيسيان سوبيريور في لا بلومبري. راك فاهم؟ تسمى شغل شويه نيفو علينا في هاد لي دومين. راك شايف واحد ميكانيسيان يعني ماشي ميكانيسيان اللي يقرا في السونتر، ولا مع احتراماتنا لكل ميكانيسيان يعني على بالي بلي عندنا ناس كومبيتون وكان تحط كومبيتون وكلو كان تحطه في الدومين يطير وكذا، بصح هما يخدموا هكذا الله غالب خاوتي. قلت لك لازم الباك ولازم لارج ولا يكون عندك شهادة مكافئة للباك يعني تكنيسيان سوبيريور، ولا تكون عندك مش عارف المعهد الوطني شهادة من المعهد الوطني للتجارة ولا الفلاحة ولا الزراعة ولا الموسيقى ولا أي عفسة. تروازيامو لازم تكون عندك لا لونغ خاوتي، لا لونغ ما يدومونديوش لا لونغ في الفيزا دو ريشيرش دو ترافاي، ما كتبوليش لا لونغ، ما قالوا لي لا بي اينز لا بي ان لا بي دو، لا لازم يكون عندك لالمو لا لازم يكون عندك لونجلي، ما تحقش يا اخو ما تحق والو ما تحقش لا لونغ. وشنو في بلاص تاع واش دارو؟ لازم يكون عندك 5 اون اكسبيريونس في الدومين ديالك، معناتها لازم تكون عندك 5 سنين خبرة في الدومين اللي عندك فيه ديبلوم. مثلا نقولوا بلي نتايا عندك الباك وعندك ليسونس، نقولوا ليسونس اون جيني سيفيل، لازم تكون عندك لا ليسونس بلوس 5 سنين في الدومين هذاك اللي قريته. راك معايا؟ الناس اللي عندها الباك برك يعني ما قراتش في الجامعة لازم تكون خدمت 5 سنين في كاش دومين، معناتها خدمت مش عارف خدمت في شركة خدمت في جون سي با كوا، المهم عندك 5 سنين كي تلايمهم كاع ما يهمش، يعني خدمت في شركة واحدة أخرى في شركة واحدة ولا شركات بزاف، المهم لازم يكون عندك 5 سنين خدمة، يعني خدمت عام في شركة وعامين في واحدة أخرى وعامين في واحدة أخرى ما يهمش، المهم كي تجمعهم كاع يديباسيو 5 سنين خبرة. راك معايا؟ يعني نحاولنا لا لونغ مي دارولنا شرط واحد اخر اللي هو خبرة تاع 5 سنين. راك معايا؟ كاتريامو لازم يكون عندك 4800 اورو يعني 4800 اورو 4850 اورو. هاد 4850 اورو الدولة الألمانية راهي تقول لك بلي أنا نعطيك الفيزا دو ريشيرش دو ترافاي مي ما ندعمكش، ما نعطيك لا سكنة لا خدمة، ما نعطيك لا سكنة لا ضمان اجتماعي لا عفسة لا والو، ما نعطيك والو. نتايا دبر راسك راك معايا؟ نتايا كي تروح لألمان انت تسكن انت تاكل انت تصرف على روحك انت لو طون اللي تلقى خدمة. راك معايا؟ هادي تما لازم تكون عندك تبين لهم بلي عندك 4800 اورو. هاد ال 4800 اورو لازم ديرها في كونت بلوكي في الدوتش بانك. واش معناتها؟ معناتها دير 4800 اورو هنا في البنكة ودير لها ترانسفير بنكر البنكة في الالمان وديرها في كونت بلوكي.
راك معايا، باش كي تروح تما تبدا تصرف منها. هذه هي خو، هادو هما الشروط اللي يدومونديوهم في الفيزا دو ريشيرش دو ترافاي. الا توفر فيك هاد الشروط يعني الدوسي ساهل، هو لو فورمولير تاع فيزا دي، عندك لو سي في ديالك. لو سي في ديالك ما تكتبش فيه غير واش عندك لي ديبلوميتو، تكتب فيه كلش، كيفاش جبت الباك، وين جبت الباك، واش كان عندك، واسمو ريزيمي، هما يخدموا بالريزيمي. الريزومي هذا تكتب فيه كلش، واش عندك، واش درت، وكيفاش جبت، وكيفاش جبت الباك، بلوس اون سيرتيفيكا دو اكسبيريونس تاع 5 اون، بلوس واسمو لا جوستيفيكاسيون بلي عندك 4800 اورو في كونت بلوكي في الالمان، والعمر تاعك يكون ما بين 20 حتى 34 سنة. دير في بالك بلي بالنسبة بلوس الكازي جوديشير، الكازي جوديشير لازم يكون فيه حتى بروبليم، يعني يكون ما فيه حتى مشكل. الى توفروا فيك هاد الشروط، دير في بالك بلي في مطلع 2020 الفيزا ديالك مضمونة بنسبة 99%، حيعطيوها لك، يعطيوك فيزا تاع 6 شهور. هكذا خاوتي، بون سيتي لو سوجي خفيف ظريف، باش ما واحد ما يكذب عليكم وواحد ما يفتي عليكم. هذه هي الفيزا دو ترافاي ولا الفيزا دو ريشيرش دو ترافاي في الالمان. هذه هي خوتي بالنسبه للجزائريين. السلام عليكم خوتي، راح نقلل اللايف هذا، اسمعوه من بعد، عاودوه من الاول باش تعرفوا واش كاين، وتهلاو في روحكم.